السلام عليكم متتبعي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم بخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما شفتوا معايا بغيت نقدم لكم ونحضر معكم شي حاجه جديده ونوريكم البنات المقبلات على الزواج واللي بحرات تزوجوا مشاو لديو رجالهم كيفاش تغسلوا الكرشه ديال العيد الكبير. ها هي كما شفتوها عندي انايا، بسم الله على بركة الله. دابا بغيت نوريكم البنات واخواتي كيفاش نغسل الكرشة ونردها بيضاء، نحيد منها هذا الشيء الكحل. عندي هنايا الكرشة اللي شريتها من عند الجزار، بغيت نزيد عليها الماء الطايب يكون البنات طايب بزاف. تغطى كلها، نبدا نخوي على الماء حتى تغطى كلها، ونزيد عليها شي قطيرات ديال الخل باش تحيد منها الريحه ديال الزفوريه، ونخليها ترقد مزيان في الماء الطايب بحال هكا. وترقد واحد 3 دقائق، ومن بعد بغيت نبدا نجي ونقشرها على هذا الشكل. كما شفتوا معايا راه باقي كاع ما رقدات مزيان، وهي بدات تحيد منها هاد الجلده الكحله. نخليها انا ترقد مزيان. مشاهدي، كملت الغسيل ديال الكرشه، درتها في الطنجره، وبغيت نحتاج لنصيب القزبور يابس مدقوق، ثومه عندي هنايا شي 5 دروس ديال الثومه، الحمض مصير اللي مصايبه في الدار، وزيت مخلطه، زيت المائده وزيت الزيتون، وعندي هنايا في العطريه الكمون والتحميره والخرقوم والابزار. بسم الله على بركه الله. بغيت ندير دابا العطريه البنات على التقليه. درت سكنجبير، الزيت مخلطه، بغيت نضيف الملحه، ما تكثروش البنات الملحه حيت بغينا نديرو المصير. بغيت ندير جوج طريفات ديال المصير، هاد البنات هاد المصير البنات بلدي. بغيت ندير الثومه، بغيت نضيف القزبر يابس، بغيت ندير الخرقوم، التحميره، والكمون، والإبزار. بغيت نزيد لها البنات شويه ديال الماء، نص كاس ديال الماء تقريبا، ونسد عليها الكوكوت. نبدا نطيب بشويه على خطره. بعد ما مشاهدية ما صفرات الكوكوت وخليت التقليه طابت على خطرها ونقصت لها البوطه حتى طابت مزيان، جيت باش نطلع ليها ونشوف واش تشربت من المرقه. صافي تشربات، وخليكم مع الشكل النهائي.
مشاهدي الطبق النهائي ها هو وجد، بالصحة والراحة، وما تنسوش تدعموني، وشكرا على التعاليق الزوينة بحالكم اللي كتوصلني، وإلى اللقاء مع فيديو جديد آخر إن شاء الله.